هعمل دلوقتي رقاق، بس هعمله بطريقتي الخاصه، ما تقلقوش مش هغير فيه كتير، بس هحط له كده لمسه سحريه بتاعتي، بصمتي الخاصه يعني. هجيب الرقاق واللحمه المفرومه من التلاجة الاول. في الرقاق انا بحب اعمله بالرقاق الطري، يعني ما بستعملش الرقاق الخشن اللي زي اللي استعملته في بستعمله مثلا في الفتة او حاجة. الرقاق الطري بيديني نتيجة احسن، ما بياخدش شوربة كتير، ما بياخدش غلبة كتير، ما باخدش بقى بالي واقعد قلقانة يتكسر يحصل له اي حاجة، لا بالعكس. ف هيديني نتيجة احسن كتير. اول حاجة لازم الاول اعمل اللحمة المفرومة. هجيب الحلة، تعصيج اللحمة المفرومة ده يعني كل ستات البيوت بيعرفوه، بصلة واللحمة المفرومة والملح والفلفل والبهارات، طبعا البهارات بقى نتكلم على البهارات، بس هجيب الأول السمنة، احنا اتفقنا احنا النهاردة عيد، بمعنى اني انا مش هقعد بقى اركز واقول بقى السعرات الحرارية والتخن والكوليسترول والكلام ده كله، أرجوكم بقية السنة اعملوا اللي انتوا عايزينه. يوم العيد الناس تبقى جاية وعارفة انها هتاكل، فما فيش مشكلة. خلينا نعمل البصلة. الرقاق الطري لما بتروحوا عند الفطاطري وتشوفوه هو بيعمله، ابداع ابداع، مش قادرة اقول لكم. مش ممكن تكونوا واقفين بتتفرجوا على الراجل الفطاطري وهو بيعمل رقاق وما تروحوش وانتوا على الاقل معاكم كيلو منه. انا دايما بجيبه وبحطه في الفريزر عندي، بيجرالوش اي حاجه، هطبقه كده زي ما انتم شايفين واحطه في الفريزر كل اتنين مع بعض، ما تصوروش بينفع ازاي. هحط دلوقتي البصله، الآلات الجميلة دي بتساعد، تتصوروش ازاي انا بحس ان انا يعني لما بيحصل لها حاجة ما تتصوروش بكتئب ازاي، خصوصا في البصل. هي في حتة مش عايزة تتفرم اهي، مش لازم نشيلها خالص. باي باي. كل ما افتكر الرقاق افتكر خالتي الله يرحمها، كانت كل سنه هي اللي بتبعت لنا صينيه الرقاق. بعد ما توفت فانا بقى ايه مسكت الرايه بتاعت الرقاق في البيت. اجيب معلقه بحاول دايما برضو ان انا اسيب عندي في الثلاجه او في الفريزر لحمه مفرومه معصجه جاهزه، ما تتصوروش بتنفع ازاي، تحل لكم مشاكل كتير قوي قوي. نحط اللحمه المفرومه، من تقريبا هحط كيلو الا ربع تقريبا. هقلبها كويس مع البصله، هحط الاول الفلفل الاسود وهحط البهارات. انا مش هحط الملح دلوقتي عشان مش عايزه الميه تنزل، اللحمه تنزل ميتها، انا عايزه احط لها البهارات مع البصله مع الفلفل الاسود. خليني بقى اجيب البهارات، والبهارات اللي انا بحبها اللي هي السبع بهارات، بهارات العربيه بتاعتنا الجميله. الله، انا بشمها من هنا واحس يعني كل الحاجات الجميله، جوزة الطيب والقرنفل وايه كمان والحبهان المطحون والكباب الصيني، كل الحاجات دي موجودة عند العطار. ياريت لو نجيبها ونعملها تبقى فريش أحسن، أو تبقى طازة، أحطها في حاجات في التلاجة أو أحطها في الفريزر أستعملها، ما أجيبش كميات كبيرة. أنا بعمل كده دايما وبحطها في الفريزر أو أحطها في التلاجة في برطمان، ما تتصوروش قد إيه بتدي نكهة غير طبيعية للأكل. على ما اللحمة المفرومة تستوي هوريكم بقى الرقاق. بصوا الرقاق، بصوا قد إيه حلو، بص انظروا الى هذا الرقاق الرفيع. بذمتكم يعني في احلى من كده؟
هيبقى تحفة في الوصفة دي، وأنا متأكدة إنه بالطريقة اللي أنا بعملها هتعجبكم قوي. اللحمة المفرومة دلوقتي خلاص قربت تستوي، هنا بقى هضيف أول اختراع من اختراعاتي، هحط هنا حبة دبس الرمان، هيديها مزازة حلوة قوي. مش كتير، أنا تقريبا هحط قد معلقة كبيرة على كمية اللحمة دي. أنا هفتح بقى كده واخدها ايه من الطبق من الازازة على طول، بس كده كفاية قوي قوي. دبس الرمان مع البهارات مع اللحمة مش قادرة اقول لكم. بقى فاضل بقى حاجة مهمة كمان قوي، الصنوبر. انا بحمص الصنوبر وبحطه في برطمان، هجيبه. ممكن لو انتوا عندكم الصنوبر عايزين تحمصوه من دلوقتي، ممكن اللي عايز يحمصه قبل ما يحمص البصلة يحط الصنوبر يقليه شوية صغيرين، بس يخلي باله عشان ممكن بقى ايه يتحرق بسرعة، يا ما حصلت معايا. هناخد كده كام واحدة، يا عيني على الصنوبر والجمال، مليان مليان بالزيوت الجميلة. بس عارفين ايه الأحلى من الصنوبر كمان؟ اللوز. اللوز المحمص لما ناكله، جربوا كده 7 حبات كده قبل الأكل، ما تصوروش قد ايه مش بيسد النفس، لكن بيخليك تاكل أقل. ده لو حد يعني عايز يحافظ على وزنه. كده اللحمة خلصت خلاص، استوت تماما وريحتها بتجنن. انا لقيت ان هو بقى تقليدي قوي قوي ان احنا نحط الرقاق على شكله طبقات طبقات طبقات، ونحط اللحمة المفرومة في النص ونقطعه مربعات. حسيت انها بقت زيادة شوية، يعني عايزين نغير شوية، يجرأ ايه يعني لو غيرنا حبة. طيب انا بجيب الرقاق زي ما قلت لكم وبحطه في الفريزر كده، وبجين بعد كده باجي بنفس المنظر ده بحط له شوية شوربة خفيف قوي. هو ما بياخدش شوربة كتير، مش زي الرقاق التاني الناشف، فمجرد ان انا هحط له حاجة بسيطة قوي، بصوا يا دوبك مش اكتر، وهاجي افرده كده. بس عايزة الاول ادهن الصينية بالسمنة، مهم قوي 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 ان انا ادهن الصينية كويس. كده حلو قوي قوي، تمام. رجعتي وبنفتح الورقة بتاعت الرقاق كده، وبعدين بالمعلقة هجيب لحمة المفرومة واحطها على الطرف اللي قدامي لناحيتي، وبعدين ابتدي الف. وانا بلف اضغط كويس، اضغط علشان ما اخليش الحشوه تهرب، وفي نفس الوقت برضو ما اخليش اللفه بتاعتي او الرول مفتوح او مهرول كده ومش حلو. بصوا هاجي احطها في الصينيه، قبل ما احطها في الصينيه هاجي الطرف اللي هو ده هتلاقوه ناشف سنه كده، انا هشيله، مجرد هشيله كده بايه السكينة أو أشيله بإيدي مش مشكلة، وبحطه وبلفه وأنا بحطه في الصينية المدورة كده. عايزين نحطه في صينية مستطيلة ممكن، مش مشكلة تنفع برضو. ببله خفيف كده وبفرده هنا كده، ممكن الناحية دي، وبحط اللحمة المفرومة. أنا دلوقتي مستعدة أجيب عيش بلدي وأقعد أغمس اللحمة المفرومة اللي بالصنيبر دي. بس بقى أنا كده اتغديت، بصوا، وهلف كده ونضغط كويس ولف كويس. ولو في حتة زيادة ما تقلقوش بقى، أنا الزيادات دي مش هرميها، لا لا، ست البيت المدبره ما ترميش حاجه ابدا ابدا. دول انا هحطهم في الثلاجه في كيس في الفريزر، ولما اجي اعمل مثلا فتت حمص، اجي اعمل حاجه، هطلعهم احمرهم في السمنه بس. ايه رايكم؟ تاني
ممكن طبعا وانا بضغط تتقطع مني الورقه، بس يعني احاول احافظ عليها بقدر الامكان. هشيلها بايدي بقى. ودلوقتي اخر حاجه هعملها هحط لها عليها سمنه من فوق، وبعدين نجيب ده كده ونشيل ده من هنا. فين ال اهي، نجيب السمنه، عايزين السمنه. وبالفرشه كده هضغط عليه، يعني هديها كده خبطتين كده ثلاثه بالفرشه، مجرد ان انا همسح عليها. انا عايزه السمنه دي عشان تحمر لي الوش. كفايه كده. بالسكينه هقطعها دي السكينه الحاميه بتاعتي اللي عورتني قبل كده بس عارفين بحبها جدا عشان بتساعدني قوي قوي، بخاف منها بس بحبها كده، عشان بعد كده نقدر نقدمها كل واحده، كل قطعه لوحدها. نحطها في الفرن بقى. مش هتاخد وقت، الفرن سخن وانا حاطه مسخناه قبل كده، وهي مش هتاخد وقت كتير ابدا. سخنة 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 مولعة، بس تحفة تحفة، منظرها جنان. يعني بالراحة كده واحدة واحدة نطلع كل ساندويتش منهم، أنا بحب أسميهم ساندويتشات صغنطوطة. في حشوات هتقع طبعا، يعني احنا مش بنقول يعني ان احنا ملزقينهم جوه، بس على الأقل شكلهم حلو. عايزين بقى نعملهم بقى، نحطهم واقفين بالطول واقفين بالعرض، احنا عايزينه نعمله. هاخد مثلا دي وهوقفها كده ودول بقى كده العساكر الصغيرين اللي واقفين كده، ده انا متاكده بس الوحسين هيعجبوهم قوي قوي. بس كده وكده ده طبق الرقاق على طريقتي الخاصة خلص.